السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعاً، مرحبا ومسهلا بالجميع في محل الجميع. يقال ولا الشعر ويقال ويقال، ما يعني المتذوقين ابتكاره اللي محول بهم نصروح الأطلال، وأكبر سبب في موته وذبح ناره موت الزلامي واعتزال ابن هذال ولكلبي وبن زويبنا وشاره. وأقول بيت الشعر لا زال في منهج الإبداع يكبر وقاره، يكمل في تصريف الأمثال باع الشجاع وسطوته واقتداره، أشهر تماثيله على مر الأجيال يأخذ بها العقل المدبر قراره، مثل ابن عون وصيت لافي وما قال والهاجري ثم كم غاره وغاره. صحيح بن اللي مضوا شعرهم طال نوايف الإبداع تاره وتارة، لكن ما تقدر تقول الشعر زال، الشعر باقي شامخنا فالصدارة. واللي دعا هجسي على كل الأحوار روج الكلام اللي يجيب الإثارة، الشاعر مريح الهاجسه بال ورا النوادر لين جاته بجداره، ما قيل فيه وفيه وبيوته هزال، اللي قال إن الجزايل إشعاره على غلاق هلال وبداية هلال، محفل يكبر صيته وكاره عليه الكبر البخت وفد وقبال، من صبح ما وقف طريقه الزياره، يا مرحبا ترحيبتنا للوفا فال وعقالها شط القعود وفقاره، في حله فيها من الكيف فنجال والعود الازرق ما يوقف مساره. يا مرحبا ترحيبتنا باسم رجال يموت مهفى حق ضيفه وجاره، نايف صليب الرايه ميراث الابطال كم يضرب الحق الرياجيله، زار الشيخ على ما قيل عاقد وحلال حبل النشب وانطال، جاك اختصاره ما هو بتوه مكسب الروس الاموال، من بيت عرف وبيت منصى وما رهب مصوي والمدايح على جال، عدنا من الماضي بجمها غزاره من وقت خاشم هيبة النايف العال، والضو يكبر ويتقادح شراره، رجال لا عده وهل الماقف رجال، للخير غارت خير والشر غارة، روس الدلايل حاضرة قول وافعال، جمرة غضمة هي بجمرة زقارة، واللي يحط الرجل في كبر وجلال ويشوش راسه ويتعبى سطارة، علمني شهربة على روس الأجدال ما هو بعلم من خلاف استارة. وسلامتكم.